مهندسون وفنيون يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة بقطاعات الإنشاءات اجتمعوا هنا للتعرف على تقنية نتلس، وهي عبارة عن مكعبات بلاستيكية مجوفة من الداخل تعمل على تخفيف أوزان الأسقف والأساسيات في المباني، وتتيح الحصول على مساحات كبيرة، علاوة على أنها تقلل كمية الحديد والأسمنت. الشركة سعت دائما لجلب خبرات وابتكارات حديثة وجديدة في مجال هندسة الإنشاء ودراسة إمكانية تطبيق هذه الإنشاءات هذه التطبيقات بما يتواصف مع مواصفات الجودة والمقاييس في السلطنة ومناقشة ذلك مع ذوي الاختصاص. هذه النظريات تقريبا عالميا بدأت تطبق فيها في الفترة الماضية لأنها تساعد في تقليل المواد، وطبعا عليها ضغوط من البيئة، استخدام مواد دائما بيئية فيها، فمن هذه الناحية أتوقع أن هذا المستقبل كثير في المستقبل القريب. خلال العشر سنوات هذه بتزيد فيها الانتاج والاستخدام الخرسانة بشكل أفضل. تقنية أخرى طرحتها الندوة عبارة عن مادة الردم الذكية الصديقة للبيئة، وتتيح سهولة صيانة ومعالجة المباني في حال حدوث تسريب في الأسقف أو تشققات. عملنا في هذه المادة تقريبا قبل سنتين، استخدمناها في مشاريعنا وحقيقة وفرت علينا الكثير من الجهد، وأيضا وفرت علينا الكثير من المال، ونشجع الأخوة القائمين على مثل هذه الابتكارات وهذه التقنيات الحديثة. هذا المنتج ما يميزه عن غيره من المنتجات هو سهولة تطبيقه في الواقع، ثانيا أنه بإمكانه إعادة تدوير هذه المنتجات في المستقبل. ذاك إحنا جمعنا ما بين سرعة العمل، سهولة التطبيق، وإعادة استخدامها مرة أخرى كنظام بيئي متكامل. التقنيات هذه تستخدم في الدول المتقدمة، وهي توفر التكلفة وتقلل من الأوزان الثقيلة في المباني، والمجتمعون هنا يجدون أن استخدام مثل هذه التقنيات يتواءم مع سعي السلطنة في تبني التكنولوجيا الحديثة والمدن الخضراء، خاصة مع النمو الإنشائي والعمراني الذي تشهده السلطنة في المشاريع الكبيرة. هذه التقنية دخلت السلطنة منذ عامين تقريبا، وقد تعاقدت مع بعض المباني قيد الإنشاء، ويدير هذه الشركة كوادر عمانية 100%. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.